السلام عليكم احبائي الصغار مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم الفرنسية الابتدائي مازلنا مع سلسلة المراجعة العامة لدروس الفرنسية السنة الخامسة اليوم مع الجزء الثاني والخطography إذا إليكم ملخص دروس السنة الخامسة كاملا في مادة الخطography بسم الله نبدأ الخطography يعني قواعد الإملاء قواعد الكتابة آ آه، féminin يعني المؤنث عندنا القاعدة العامة يا أطفال للمؤنث نضيف علامة التأنيث وهي الأو كما في العربية مثلا نقول معلم معلمة تاء مربوطة أن أفوكا يعني محامي نقول في الفيمنة أون أفوكات نضيف الأو إذا أن تصبح أون أو في المؤنث لو تصبح لا ونضيف للكلمة في النهاية لو او دو علامه التانيث اذا عندنا الحالات الباقيه عندنا مثلا دوبل كونسون اذا بعض الكلمات التي تنتهي ب كونسون مثل ان ان هنا ان إتي واحيانا ال مثلا او اس نضاعف ماذا نفعل يا اطفال نضاعف الكونسون ونضيف لو او دو ان ليون اسد إن ليون دوبل ان E. un patron, un patron avec o -N. Qu est -ce qu on. Qu'est-ce qu'on fait Une patronne, on double le n, on double le n, on ajoute le e du féminin. Le chien, dernier bien, n à la fin. Et dans le tout c'est là, double n, e à la fin. Le chat, al-qat, t'entends t. ماذا نفعل يا أطفال؟ لو تصبح لا شات يعني القطة دوبل تي أو الكلمات التي تنتهي بأوغ مثل أن يعني الحلاق أن حلاق تصبح أون إذا أوغ تصبح أوز كيف نكتب أوز يا أطفال؟ نحذف الأوغ ونكتب أو أس أو -E ونقرأها ز أوز لأنها أونتخ دو فويل لأنها بين دو فويل كلمة الوالية عندنا تور الكلمات التي تنتهي ب تور لو ديريكتور المدير تنتهي ب تور تصبح لا ديريكتريس إذا تور تصبح تريس تي آر إي سي أو على الفن صوف ما عدا هذه الكلمتين يا أطفال شانتور تصبح شانتوز ولا تصبح شانتريس شانتور يعني مغني تصبح شانتوز مثل هذه القاعدة القاعدة التي قبلها مونتور يعني كذاب تصبح مونتوز إذا نضع في حسباننا دائما هذه هاتان الكلمتان شانتوز مونتوز ولا نقول شانتريس مونتريس نقول شانتوز مونتوز مغنية كاذبة يي ي الكلمات التي تنتهي بي اي اي اخ ماذا نفعل يا اطفال لو بومبيي يعني رجل اطفاء تصبح لا بومبيير نضيف الاو دو فيمينا ولا ننسى لاكسون غراف على هذا الاو لكي تصبح ياغ تنطق ياغ لا بومبيير لو بومبيي لا بومبيير نفس الشيء بالنسبه للكلمات التي تنتهي ب او تقريبا نفس القاعده لو ان يعني جزار الرجل الذي يبيع اللحم نسمي المراه اون بوشير او <بوشار> ار جاجوت لو المؤنث ونضيف لاكسون غراف على هذه ال بوشير الدرس الثاني يا اطفال عندنا لي زوموفون غراماتيكو يعني الكلمات التي تنطق بنفس الطريقه ولكن لها معنى وكتابة مختلفة درسنا عدة كلمات وبقية كلمات أخرى عندنا par exemple س س ce, س, ce س. ce sont des homophones يعني الكلمات المتشابهة في النطق اذا عندنا الس الأولى الس, س س أ و س أس أ الس الأولى سي أ

كما قلنا سو لافي سو غوبوزي يعني يرتاح ويغتسل نقول il se repose هو يرتاح un peu يعني قليلا il se تضع قبل الفعل pronominal أو في الفعل pronominal مع ضميرا il و il avec s و بيان ال و ال avec s عندنا هنا trois homophones تنطق بنفس الطريقة ا ا ا ا, أ وحدها « As » et « a » avec accent grave. Par exemple, on va regarder ici. On a « a » C'est le verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Par exemple, c'est le avoir ». On a exemple. exemple, il a une belle voiture. Avoir, يعني, il a une belle voiture. عندنا الثانية أس أيضا سي لو فيرب أفواغ كونجيغي على دوزيام بيغسون دو سانجولي أو بريزون أيضا هو الفعل أفواغ مصرف مع الضمير الثاني تو أنت ماذا نقول إكزومبل تو أ أون بيل فواتور نفس المثال أنت تملك سيارة جميلة إذا إيل أ نضع أ فقط تو أ نضع أ إس المثال الثالث عندنا إن ا أكسون غراف سيت اون بريبوزيسيون يعني حرف جر اكزومبل اون ماشين ا لافي اذا اله او ماكينه غسيل للغسيل هنا حرف جر للغسيل لغسيل ثياب مثال ثاني جو في ا انا ذاهب الى المدرسه اذا هنا لي وهنا آ. Et il a « c'est une préposition. Troisième homophone. a « sans » et « sans ».« Sans » t » ou « sans » avec « t ». C'est un adjectif possessif. exemple, L'élève fait son devoir de français. A-t-il mis Euh, انجز واجبه للفرنسيه اذا واجبه فون دووار جو اكزومبل سون ستيلو قلمهو سون محفظته اذا اداه ملكيه ص الثانيه افيك تي سي هو الفعل ات مصرف في في المضارع مع

يعني مصرف مع الضمير الاول للمفرد المفرد اي تو هو مسرور نستطيع ان نقول إيل اي او بيان ال اي هي مسروره اذا هو لو فيرب عندما نصرفه مع إل او ال والان عندنا اي او تي او تي سي تي كونجونكسيون دو يعني اداه ربط مثال يعني حرف الوا نقول علي اي غدا سون دي كاماراد علي و رضا هم زملاء اذا اي يعني هنا و c'est une conjonction دو coordination اداه ربط الان مع لوموفون الاخير او اي او avec accent او او نطقهم بنفس الطريقه او او ما هو الفرق بينهم Ou, bidon accent. Yani, conjonction de coordination. Adet robot, aydon. Lakin hona ley se toi. Hona se ou. Exemple, Michel. Tu veux boire du café ou du jus? Tu rido en al kahwata ou al acer. Ou am a acer. Et then, adet rabt. Tu veux boire du café ou du jus?

L'accord du participe passé. On a participe passé ou un je le passé composé. Elle a dit être ou avoir. Idem. Qu'est-ce que nous serions avec le féminin et le pluriel, avec le muet ou le groupe. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Le participe passé indémié qu'on m'a l'auxiliaire être. On a dit que la S'accorde en genre et en nombre avec le sujet. يعني يصرف أو توضع له علامة التأنيث والجمع عند النوع وعند الرقم العدد إذا كان مؤنث نضع كسكون مي نضع ال وإذا كان جمع نضع الأس ببساطة اكزامبل مثال إل اي تومبي هو سقط عندنا هنا لو باسي لم نضع له شيء لأنه مع المذكر هنا Elle est tombée. Qu'est-ce qu'on ajouté le « e » du féminin. Parce que c'est être, être, il faut ajouter le un « e » du féminin. « e » pour le Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé, quand il s'agit avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, il ne s'agit الفاعل يترك كما هو كما رأينا قبل قليل في التصريف مثال إكزامبل il أ أشتي أن فيلو هنا مع المذكر عندنا لوكسيليغ أفواغ لم نضيف شيء للبارتيسيب باسي أ أشتي أن فيلو لكن هنا عندنا مؤنث من المفروض لو كنا مع لوكسيليغ أتخ لأضفنا إل لكن هنا عندنا يا أطفال حذاري ماذا عندنا؟ عندنا أفواغ هل نضيف علامة التأنيث؟ لا لأن مع لوكسيليير أفوار لا نضيف لا علامة التأنيث ولا علامة الجمع. كاتر لو بلوغيال الجمع. أن بروسيدي عندنا عندما يكون عندنا اسم معه صفة ماذا نفعل؟ لو جون أوم يعني آ, الولد الشاب أو الرجل الشاب عندما تكون في الجمع ماذا نقول؟ نحول أداة التعريف نحول الاسم ونحول أيضا الصفة مثلا لو جون اوم on dit les au pluriel les jeunes avec s homme avec s أيضا إذا les jeunes les jeunes hommes pluriel 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 une pluie يعني مطر دي بلوي أمطار إذا هنا ان أصبحت دي أو بلوغيال وأضفنا لو يعني علامة الجمع أون بلوي يعني مطر قوية عندنا هنا أداة التعريف عندنا الاسم وعندنا الصفة ماذا نقول؟ عندما تكون الصفة قبل الموصوف قبل الاسم يا أطفال نقول دي نضع دو يعني الجمع هنا تكتب أضيف دو هنا لأنه بعدها اسم نكتب إ e إس -E دي لكن عندما تكون بعدها الصفة هي الأولى نضع دو فورت افيك إس بلوي افيك يعني أمطار قوية الكلمات التي تنتهي ب أو أن تخو يعني حفرة أن تخو ماذا نفعل في يا أطفال؟ نضيف إس عادي يعني أن تصبح دي تخو جاجوت إن إس، لو إس صاف، معدا، يجب أن تحفظوا هذه الكلمات، صاف، معدا، بيجو، شو، كايو، إبو، جنو، جوجو، بو، تخن إكس، نضع في نهايتها إكس وليس إس، أو بلوريال يعني في الجمل، إكزومبل، مثال، أن بيجو، تصبح دي بيجو. avec x a la وليس أس. إذن اذا هذه الكلمات يجب ان تحفظ نمر الكلمات المواليه عندنا الكلمات التي تنتهي بال ان في الجمع ماذا نقول نقول دي زانيمو اذا نحذف الال ونضع مكانها ا اكس ونقراها او دي زانيمو صف ما عدا هذه أيضا تحفظ يا أطفال ما عدا كارنفال فيستيفال شاكال ريسيتال بانال فاتال ناتال نافال هذه الكلمات تأخذ أن أس في الجمع أس أو بلوغيال تأخذ أس في الجمع اكزامبل مثال أن كارنافال تصبح دي كارنافال أفيك أس ولا نقول كارنافو هذا يا أطفال Des carnavals, des festivals avec S, des récitals, des banales, des natales, des navals. Aïe, il y a une le qui elle à la fin, comme un rail. Tu des rails avec S, il y a Sauf, travail, bail, corail, vitrail qui font leur pluriel en a -U x هذه الكلمات نحولها مثل آل ا اطفال نمحي ال i a i l ونضع مكانها a u x تقرا او اكزامبل مثال عندنا ان ترافاي يعني عمل تصبح دي ترافو نمحي ال a i l ونضع مكانها a u x نقراها او دي ترافو وهكذا وبحمد الله نكون قد أنهينا الجزء الثاني من هذه السلسلة انتظروا الجزء الثالث ومادة لفوكابولا أترككم في رعاية الله وحفظه